اش يخدم غادي يحشي ما يدير ماشي. ها واحد السلام وعليكم. بزاف ديال المغاربه كيقولوا لك واحد السلام عليكم، واش سلام واحد يكفي ام انه يعبر على واحد الروح ديال الدعابه وديال العلاقه، علاقه القرب مع الانسان اللي كتشارك معاه بزاف ديال الحوايج. يقال ماذا يقال؟ يقال عندما تضحك مع الناس فانت تظهر لهم محبتك الفائقه وانك تتفق معهم وانك منسجم معهم، والضحك هو الدليل على قوه الصداقه وقوه الترابط. اذن هذا الضحك، او لماذا نضحك بكثره ولماذا نصمت بكثره كلما تملكنا الحزن؟ ما علاقه المغاربه بالضحك؟ ولماذا يبحثون كثيرا يعني في اليوتيوب وفي كل المواقع عن الأشياء التي تضحكهم؟ فكروا معي في هذا السؤال، هذا طريقة بسيطة وسهلة. يقال أنا أحبه، إذن أنا أظهر له أنني على وفاق معه وأن الضحك دياله يكون يعني يجعلني قريبا بقربه. في الواقع ان هاد الروح الدعاب اللي كتكون عند الانسان هي اللي كتعطيه هاد الامتياز على الحفاظ على العلاقات مع الاخرين. وكلما كانت روح الدعابه يعني جميله جدا الا وساهمت في انجاح الكثير من العلاقات. من طبيعه الحال ان روح الدعابه يجب ان تكون خفيفه الظل وما تكونش ثقيله على روح ديال الانسان. كل ما كانت او كل ما زادت هذه روح الدعابه عن المقياس ديالها الا وتوترت العلاقات واصبحت ننظر اليها على انها نوع من التنمر ونوع من السخريه ونوع من الاستهزاء. لذلك يجب ان تبقى روح الدعابه في مستوى علاقتنا مع الاخرين. لذلك دائما نحاول ان نضحك ولكن بنوع من التساوي، وأن تكون لنا هذه الروح المرحة حتى يمر يومنا بسلام. طايف مع جدي وغلبوا أخي يوم هذا جدي ماشي راجل. نهاية القصة، يجب أن نكون عفويين وتلقائيين في ضحكنا وفي الروح المرحة التي نبعثها مع الآخرين. كثيرا ما تظهر ابتساماتنا أننا نحب الآخرين فقط حينما نبتسم في وجوههم رغم ما تكنه القلوب، كما يقول المثل المغربي السن يضحك للسن والقلب فيه خداع. إلى لقاء متجدد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.